أوشانا مبارك الآتي باسم الرب. بهاي الجملة استقبل الشعب، ونحن كمان اليوم معه نستقبل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، يسوعنا إلهنا المتجسد، نستقبله ونحن اليوم رايحين معه للقدس حتى نروح معه لآلامه الخلاصية اللي راح يكبدها من أجلنا أبنائي. اليوم أحد الشعانين والكل بيحتفل وكلنا فرحانين، في عنا بهجة روحية، وهاي البهجة الروحية هي اللي بتخلينا إن نحنا كمان بروحنا بعقلنا بفكرنا ووجداننا إنه نحنا كمان نرافق يسوع في دخوله للقدس. أبنائي، ما تفكروا إنه العيد هو بس بشكله الظاهري وبالمظاهر الخارجية، ولكن العيد بالكنيسة بيكون له جانبين، جانب منظور وجانب غير منظور، ونحن في الكنيسة مدعوين إن نعيش الجانبين بروح بأعين روحنا، نشوف اللا منظور وباللا منظور نعيش المنظور، حتى نقدر إن حقيقة نعيش هدف العيد، نعيش العيد بجوهره. واليوم نحن فعليا رايحين مع يسوع للقدس، مع إنه تلاميذه حكوله يا سيد إنك أنت خبرتنا إنك إذا راح تروح على القدس راح يقتلوك في القدس، شو بدك بهاي الروحة؟ ما تروح على القدس، غاد راح يقتلوك، أنت حكيت لنا هذا الكلام. شو جاوب بطرس وقتها السيد؟ حكى له اذهب عني يا شيطان، يعني هذا الفكر هو مش فكرك أنت يا بطرس، ولكن هو فكر الشيطان. أنا ذاهب للقدس وأنا عارف وين أنا ذاهب، وعارف شو رح يصير معي، وعارف شو رح يعملوا في، ولكن أنا كل هاد بعمله من أجلكم لأني بحبكم. هاي المحبة اليوم المسيح بدعوها، بدعونا لإلها، محبته. كل شي عمله المسيح من أجلنا مش بس كان عارفه لأنه هو إله، ولكن هو اختار إنه هو يعمل كل إشي عمله من أجلنا، كل إشي كابده من أجلنا هو طوعا عمله، هو عمله باختياره لأنه أحبنا. هون أباء الكنيسة بتكلموا قديش مهم المحبة اللي في داخلها في حرية، في هاي الحرية اللي بتخلينا نحن أبناء الكنيسة إنه نكون أحرار من كل شيء بده يقيدنا. عشان هيك كتير مهم ونحن من نروح مع المسيح للقدس لازم نتحرر من كل قيود الخطية، ولازم نزين قلوبنا بالتوبة. هاي هي زينة روحنا اللي اليوم من نروح فيها مع السيد لأورشليم، من نزين قلبنا بالتوبة، ومنا نخلع إنساننا العتيق، منا نجاهد حتى نتغلب على خطايانا وشهواتنا، منا نحاول إن نغير في أطباعنا السيئة. كل واحد فينا في عنده طبع سيء، وهذا يا أبنائي مش هو هيك بالصدفة، الشيطان بحارب كل إنسان. كنت أقرأ امبارح للقديس إبيفانيوس كان يحكي شيء كتير مهم بحب أحكي لكم إياه. كان يحكي الشيطان ببذر أفكار كثيرة
في داخل عقل الإنسان من صغره، من هو صغير. وهون بين قوسين، قديش مسؤولية على الأهل إنهم ينتبهوا في تربية أولادهم التربية الروحية، حتى يقدروا إنهم يتحاوروا معهم ويرشدوهم في طريق الرب، يكون في حوار في داخل العائلة، ما يكون كل واحد عايش لحاله والأولاد مش لاقيين مين يتحدث معهم. أبنائنا محتاجين للحوار معهم، بدهم حوار حقيقي صريح وبناء، وبدهم يشوفوا منا قدوة حقيقية، ما بدهم يسمعوا منا فقط كلام، بدهم يشوفوا الأب والأم، بدهم يشوفوا الكاهن والمطران، بدهم يشوفوا المعلم والطبيب، بدهم يشوفوا المهندس وكل إنسان في داخل المجتمع، إنه يعطي قدوة حقيقية لمكانته. لأنه نحن أبنائي في زمن حطموا القدوات في أذهان أبنائنا. هذا الشيء لازم نكون نحن واعين لإله، لازم نكون واعين إنه المخطط إنهم يحطموا كل قدوة بداخل فكر أبنائنا، حتى يخلوا أبنائنا يعيشوا في التشويش، حتى يخلوا أبنائنا يتحطم بداخلهم كل شيء، وبالتالي يبعدوا عن كل القيم الروحية والإخلاقية وعن كل معنى جوهري للحياة، وبالتالي يبعدوا عن المسيح وعن الكنيسة. عشان هيك كتير مهم إنه نحن نقدر نهتم بالأسرة، ونقدر نهتم بكل أب وأم كيف يكونوا قريبين من الكنيسة، حتى يقدروا إنهم هم كمان يأخذوا تعزية. لأنه بعرف أنا قديش الأباء والأمهات هم مرهقين من كل المشاكل والضغوطات الموجودة في الحياة، ولكن اليوم الكنيسة بتحكي لهم للأباء وللأمهات، ما تهكوا الهم، ما تخافوا، معكم المسيح وأمنا العذراء، فعلوهم أكثر بحياتكم، هم معكم، هم معكم، صدقوني هم معكم في كل لحظة وثانية. عشان هيك تمسكوا فيهم وكونوا قريبين منهم وفعلوهم بحياتكم. برجع للقديس إبيفانيوس وبحكي إنه الشيطان من صغرنا ببذر بذور الرذائل والشهوات في داخلنا، حتى يشوف نحن وين. واحد بيشوفه بحب المجد الباطل، واحد بيشوفه بحب اللذة والشهوة، واحد بيشوفه بحب المال، واحد بيشوفه بالغضب، بيشوف كل واحد ايش الاشي المسيطر عليه وبيبلش يغذيه. وعشان هيك كل واحد فينا ونحن منكبر في اشي مسيطر علينا، في اشي مقيدنا. هذا القيد اليوم الكنيسة بتدعونا انه نحن نتحرر منه، نتحرر من قيود الخطية، ونقدر إن نوصل مع المسيح للقدس، نروح لألامه حتى نقدر إنه نقوم معه. كيف منا نقوم مع المسيح؟ منقوم مع المسيح لما نحن كمان مننتصر على الخطية، لأنه المسيح بقيامته إيش عمل؟ انتصر على الخطية. وبالتالي نحن لما مننتصر على الخطية، نحن كمان منكون شركاء لقيامة المسيح. ولما منحكي المسيح قام، حقا قام، كلنا منحكيها ونحن عايشين هذا الحدث في داخلنا. عشان هيك أبنائي، امبارح في الكنيسة احتفلنا بإيش؟ بقيامة أليعازر. ليش قيامة أليعازر؟ المسيح أقام أليعازر اللي كان 4 أيام في القبر، أنتن ريحته طلعت. والمسيح لما أجت أختا أليعازر مريم ومرثا وحكوا له: يا سيد لو كنت أنت هون ما كان مات أخونا. شو حكى لهم يسوع؟ حكى لهم: أنا القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا. فبالتالي أبنائي، نحن فقط مع المسيح منعيش، بدون المسيح ما في حياة، وبالتالي حياتنا بدون المسيح ما بيكون إلها نكهة،
ما بيكون إلها طعم. عشان هيك منشوف كتير من الناس فقدوا معنى الحياة، بلشوا إنهم يعيشوا روتين الحياة، وبلشت الحياة بالنسبة إلهم تكون عبء. فقط الحياة، حياتنا بتأخذ معنى وبتأخذ جوهر لما بيكون المسيح هو فيها، هو بيكون نكهتها، هو بيكون طعمها، هو اللي بعطينا القداسة، وهو بعطينا كل نعمة وبركة. هذا اللي بعطينا رجاء، هذا اللي بعطينا سلام، هذا اللي بعطينا فرح. وهذا كله أبناء نحن منعيشه هون في الكنيسة. عشان هيك وصاتي إلكم بهذا اليوم المقدس، ما تبعدوا عن الكنيسة وأسرار الكنيسة، ما تخلوا أولادكم يكونوا بعاد عن المناولة وعن سر الاعتراف المقدس. توبوا، اعترفوا أمام أبائكم الروحيين، تعالوا صلوا وتناولوا جسد ودم الرب والمخلص يسوع المسيح. رح تأخذوا أي حياة أبدية بالمناولة وبحياتكم في داخل أسرار وحياة الكنيسة. أبنائي، في هذا اليوم نحن نعم مدعوين إن نرافق يسوع في ذهابه للقدس، وعشان هيك نحن اليوم حاملين وأولادنا معهم صعف الدخيل والزيتون. إيش هاي علامة لإيش؟ هاي علامة هي للانتصار، للنصر، إنه المسيح غلب الموت، المسيح انتصر على أثار الخطية اللي هو الفساد والموت، وأعطانا الحياة. وعشان هيك نحن بحملنا أغصن الزيتون والنخيل، نحن كمان منحكي مبارك الآتي باسم الرب، اللي وين آتي؟ آتي حتى يسكن في قلبنا ويخدنا معه للقدس. عشان هيك اليوم المساء كونوا مع الكنيسة بصلاة الختن. رح تسمعوا الكنيسة وهي ترتل: هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا. عشان هيك أبنائي الكنيسة بتدعونا ليقظة روحية، وبتدعونا إنه نكون مع اتحاد مع يسوع العريس، عريس روحنا اللي رايح حتى يموت من أجلنا، ولازم نحن معه كمان نموت عن خطايانا وعن إنساننا العتيق. أبنائي، بتمنى لكل واحد منكم أسبوع عظيم مقدس مبارك، إن كلنا نعيشه بداخل ومع الكنيسة، وهذا الأسبوع يكون فرصة لتغيرنا، إنه نتغير. لازم يجي علينا عيد الفصح وشي نقدم نحن لربنا. يعني نحن في عيد الفصح لازم نروح عند ربنا ونحكي له: يا رب، انت اقتبلت الموت من اجلنا، انت متت على الصليب، نحن منقدم لك هذا الشيء، نحن انتصرنا على هاي الخطية، نحن تصالحنا مع اخونا الانسان. رح تشوفوا ابنائي انه بشوف قديش النزاعات والخلافات موجودة بداخل الأسرة، الأسرة المسيحية. قديش مهم بهذا الأسبوع إنه نتصالح مع بعضنا البعض، نخلي المحبة هي تكون لغتنا، ونوصل لعيد الفصح ونحكي لربنا: نعم، أنا كنت بخلاف مع فلان وفلان وفلانة، وأنا هلأ اتصالحت معهم، أنا هلأ بحبهم وراح أحبهم. أبنائي، لازم الأعياد تغيرنا، لازم احتفالاتنا بالكنيسة ما تكون احتفالات مظاهر وزينة وأكل وشرب ومعايدات، ولكن احتفالاتنا لازم يكون فيها نكهة القداسة، تغيرنا من جوا، تخلينا نكون شهود في العالم للمسيح ولقيامة المسيح ولحياة المسيح. أبنائي، بتمنى لكم كل سنة وانتم سالمين نعمة ربنا هي تكون معكم، تعطيكم كل نعمة وبركة حتى نعيش أسبوع عظيم مبارك ومقدس كلنا مع بعضنا بحضن كنيستنا المقدسة، ويأهلنا ربنا إنه نكون شركاء في ألامه وفي قيامته المجيدة. أبنائي، بدي أترجاكم بأشياء تنين. الأول إنه نحن مع الآباء في اجتماعاتنا، في اجتماعات الكهنة الشهرية اللي بتصير،
أخذنا قرار في هاي السنة إنه ما بدنا نعمل مناولات بدون القداس الإلهي. بعرف في كثيرين منكم كانوا يجوا يوم الخميس العظيم ويوم السبت العظيم، يجوا يدخلوا على الكنيسة، يكون الكاهن واقف هون معه الجسد والدم يناول ويطلعوا يروحوا على بيوتهم، ويروحوا شو يعملوا؟ يروحوا يفطروا كمان، يعني يفكوا صيامهم. لا أبنائي، هاي أخطاء لازم ننتبه إنه ما تصير. اللي بده يتناول لازم يحضر القداس الإلهي، بدون قداس إلهي ما في مناولة. كيف منا نتناول جسد ودم المسيح إذا ما عشنا حياة المسيح؟ طب نحن في القداس الإلهي منعيش حياة المسيح كلها على الأرض. طب إذا ما عشنا حياة المسيح كيف رأسا منا نتناول جسد ودمه؟ عشان هيك نحن في القداس الإلهي منعيش حياة المسيح. فبترجاكم من هاي السنة منعنا المناولة بدون القداس الإلهي في كل كنائسنا في المملكة. بدي أترجاكم القداس الإلهي رح يكون بكير حتى تقدروا انتكم انتوا تحضروه بهاي الكنيسة. بكنيستنا هون رح يكون يوم السبت الساعة 7:30 القداس الإلهي، وهو قداس كتير جميل لأنه في نكهة للقيامة، ولكن القيامة لسه ما رح تكون حادثة لأنه بتصير ليلة الفصح لما نرتل المسيح قام. عشان هيك بدي أترجاكم تحضروا قداس السبت العظيم، وبعد القداس تتناولوا وتستمروا بالصوم. بدي أترجاكم الشيء الثاني، السبت الوحيد بالسنة اللي ما في حتى زيت، ما في حتى زيت، ممنوع ناكل حتى الزيت، هو السبت العظيم المقدس. بترجاكم أبنائي، بترجاكم ما تقعوا في هذا الخطأ إنكم ما تصوموا هذا الأسبوع. اللي ما صام لحد الآن ربنا يباركه، ربنا من اليوم يبلش، مش مشكلة، من اليوم يبلش يصوم ويدخل هذا الأسبوع ويصوم هذا الأسبوع، بس ما تفكوا صيامكم قبل يوم الأحد، قبل ما المسيح تسمعوا وتكونوا شركاء في قيامة المسيح، وانتوا ترتلوا المسيح قام. بدون ترتيلكم المسيح قام كيف بدكم تعيدوا؟ كيف بدكم تحتفلوا؟ كيف منا نقدر ان نلتقي مع اولادنا؟ شو بدنا نحكي لاولادنا؟ شو الرسالة اللي نعطيها لاولادنا؟ انا بشوف كتير من اهالي، بشوف الاولاد، اولادنا عمالهم بدينونا، بيجوني في الاعتراف وبيحكولي ابونا الماما والبابا يوم السبت العظيم بوكلوا لحمة، والمعلمة في المدرسة علمتنا انه في صيام، وبهذاك اليوم حتى زيت. كيف هيك بيعمل البابا والماما؟ وبعدين بيحكولنا نحن ما نكذب، بيحكولنا البابا والماما نحكي الصح، بيحكولنا البابا والماما نحب بعضنا. طب هم ما بيعملوا هيك؟ شوفوا التناقض اللي بنعمله عند أولادنا. أبنائي ما تخلوا هذا الشيء يصير، ما تخلوا معلمة الدين تحكي إشي وإنتوا تحكوا إشي والكاهن يحكي إشي. كلنا واحد مع المسيح، وكلنا منعلم نفس التعليم، وكلنا من نكون تحت طاعة الكنيسة ووصايا الكنيسة وتعليم الكنيسة. عشان هيك بترجاكم إنه هذا الأسبوع في صيام، خلينا نصومه كله، وما نخلي العادات الاجتماعية تطغى علينا بيوم السبت العظيم المقدس. خلونا نيجي ناخذ النور من القبر المقدس، نروح على بيوتنا ونكمل صيامنا، ونتحضر لقداس الفصح اللي راح يبلش الساعة 11 بالليل. الساعة 12 راح نكون بريت الكنيسة حتى نحتفل بالهجمة ونحكي المسيح قام، ندخل على الكنيسة ونحن منرتل المسيح قام، ودخولنا للكنيسة هو دخولنا مع المسيح للجحيم اللي دخل المسيح على الجحيم. عشان هيك بتكون الكنيسة وقتها مطفية، ولما ندخل بتدوي الكنيسة زي ما المسيح نزل على الجحيم وأقام الموتى في الجحيم. هاي هي، فوقتها مننزل مع المسيح للجحيم، منقوم مع المسيح ومنذهب لبيوتنا، ونحن شهود لقيامة المسيح في حياتنا.
أبنائي بحبكم كتير، ربنا يبارككم، نعمة ربنا تكون معكم، تعطيكم كل نعمة وبركة، كل سنة وانتم سالمين. وبدي منكم انكم دائما اتبعونا في المطرانية، لانه في كتير برامج عمالنا منحطها، وكتير نشاطات عمالنا منرتبها، وكتير قوانين عمالها منرتبها حتى انها تخرج للواقع. هاي كلها ابنائي رح تكونوا على تواصل معكم نحن فيها، حتى تعرفوا انه كنيستكم هي كنيسة عاملة بتعمل من اجلكم وبتعمل من اجل خلاصكم. اهم شيء ربنا يبارككم، كل سنة وانتم سالمين ابنائي، اسبوع عظيم مقدس.